متى تفكرين في التقاعد؟ متى تفكرين تتقاعدين؟ لما فكرتي في هالموضوع؟ اكيد بفكر فيه، بس يعني بحس لسه عندي وقت على بين ما اتعب. انت بتفكري تتقاعدي بكير؟ يعني لا، لحين عندي شغف اكيد، تمي صغيره، بس احس في فتره من حياتي ممكن افتح مشروعي الخاص او يكون لي مشروع. صحيح، الجيل زد لكن يا نور يفكر واكثر قدره على الادخار للتقاعد من الاجيال الاخرى. 65% من جيل زد ياسمين سيكونون مستعدين ماليا للتقاعد عندما يحين الوقت، وفقا لدراسه اجرتها شركه نورث ويسترن ميوتشوال. وهذه هي اعلى نسبه بين الاجيال مقارنه ب 54% من جيل الالفيه. أما جيل إكس فهم 45% منهم مستعد مالياً للتقاعد. ما السبب؟ طبعاً السبب بحسب الخبراء يعود إلى أن التعليم المالي والمعلومات أصبحت متاحة أكثر للجيل زد من أي جيل آخر، وكذلك هذا الجيل منفتح على الأشخاص الذين يرشدونهم في الاتجاه الصحيح، وأيضاً لا يخافون من طلب المساعدة. طبعاً فترة كورونا عززت فكرة التقاعد المبكر لدى الشباب، وتحول هذا الاتجاه إلى حركة تم تسميتها بـ FIRE، أي Financial Independency and Retire Early. لكن ما الذي يدفع هذا الجيل نحو التقاعد المبكر؟ بحسب الخبراء، أولاً وببساطة الاستمتاع بالحياة خلال فترة الشباب، فهم لا يرغبون في تأجيل متعة الاستكشاف والسفر لما بعد التقاعد، حيث يكون قد فقدوا الشغف والصحة للقيام بالمغامرات. وهناك آخرون أيضاً يسعون للهروب من ضغوطات العمل أو لتحقيق حلم خاص فيهم أو إنجاز مشروع تجاري. لكن هل التقاعد المبكر هو الحل؟ هناك دراسة تحذر من أن التقاعد المبكر قد يسرع من التدهور المعرفي لدى الإنسان ويضر أيضاً بالذاكرة، فما رأيكم مشاهدينا؟ 45، السبب أنه حتى يكون للإنسان فرصة أنه يعمل شغل خاص فيه أكيد، لأنه على 45 يمكن فيه فرصة كمان 15 سنة، حتى الواحد لما يوصل 60 يكون عنده مساحة أنه يرتاح فيها، فعمر 45 أعتقد أنه عمر مناسب. بتوقع عمر 50 هو المناسب، بيكون في مجال للإنسان يفتح شغل خاص فيه بعد ما اكتسب خبرة منيحة من السوق. يعني أقل من هيك بتوقع أنه يكون لسه مش مطلع على كل شيء. هلأ العمر مناسب أتوقع التقاعد، يعني تقريبا 45 أنا بالنسبة إلي. هلأ ليش؟ عشان يكون معه الواحد يعني نوعا ما، طبعا كله بأمر الله، أنه يكون معه كم من سنة يقدر مثلا يعيش فيهم، يطلع يروح يجي. 45 سنة عشان الواحد يتفضل لعائلته ولأهله ويكمل حياته الاجتماعية بشكل مناسب، عرفت علي كيف؟ لأنه حسب ضغوطات الحياة، عرفت علي كيف؟ فلازم يكون واحد له سن معين حتى ينتهي من المرحلة اللي هو فيها.